الحمد لله عملنا فينش بهذا الرالي، رالي كثير طويل وكثير صعب. كثير مبسوطين انه قدرنا نوصل على الفينش. اخر يوم عندك ستيج 52 كيلو مرتين بعيده وستيج 28 كيلو، كان يعني جدا متعب اليوم، يعني ما صدقنا احنا نوصل. واجهنا شويه مشاكل ببنشر باول راوند، بعدين الحمد لله قدرنا نحسن اوقاتنا منيح بثاني راوند، وكثير مبسوطين. يعني اول دبليو ار سي واول مره بنشارك ونقدر نكمل ونوصل على الفينش لاين، يعني كان حلم بالنسبة لنا والحمد لله قدرنا نعمله. يعني